السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء وأسرة قناة اختراعات سهلة وبسيطة. أول حاجة، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب سنة 2020 تكون سنة جميلة علينا وعليكم كلكم، واللي محققش أحلامه في 2019 إن شاء الله يحققها في 2020. أنا عامل الفيديو دوت مخصوص علشان حاجتين. أول حاجة ان انا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة 2020. تاني حاجة علشان انتم بجد احلى ناس واحلى اصحاب واحلى اصدقاء واحلى اعضاء موجودين على قناة على اليوتيوب. علشان كده لما فكرت ان انا اعمل قناة تانية، كان لازم ان انتم اول ناس تكونوا عارفين ان انا هعمل قناة جديدة. وقناة اختراعات سهلة وبسيطة ما نجحتش إلا بيكم، فبجد انت لكم فضل كبير جدا 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 على القناة، لأنه لولاكم ولا كان بقى في قناة اختراعات سهلة وبسيطة، ولا كان بقى في أي حاجة من الحاجات دي كلها. القناة ديت زي ما انتوا شايفين ومتابعين، ديت خاصة باختراعات وابتكارات وأفكار وحاجات من الشكل دوت. القناة التانية اللي أنا عملتها زي ما أنتوا هتشوفوا فوق كده، فيديوهات هتظهر عبارة عن تحديات وحاجات بقى هزار ولعب وضحك وحاجات من الحاجات دي كلها. فعلشان كده حبيت إن أنا أقول لكم إن في قناة جديدة إن شاء الله اتعملت، وأول فيديو ينزل عليها النهاردة. كان لازم أنتوا أول حد يكون عارف، يعني فعلا احسن واهم وافضل ناس موجودين معايا على اليوتيوب اعضاء قناة اختراعات سهلة وبسيطة. انا فعلا كل الشكر والتقدير لكم. علشان كده زي ما انتم موجودين معايا هنا في القناة، بجد حابب ان انتم تكونوا موجودين معايا على قناتي الجديدة. قناة جديدة مش هكون انا بس اللي بقدم فيها، ان شاء الله هيكون انا ومعايا ناس تانيين هنبقى نتعرف عليهم على القناة هناك. علشان كده يلا كلنا نروح على القناة هناك ونتفرج على أول فيديو، وتشتركوا في القناة وتتابعونا هناك، وقولوا لنا بقى الفيديو عجبكم ما عجبكوش، حابين إن احنا نكمل ما نكملش. أنا فعلا بجد بحب رأيكم، وبحب إن أنا أسمع لكل اللي انتوا بتقولوه. كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب يا رب يا رب عام جديد سعيد عليكم وعلينا كلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.